بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من لقاء الأجيال، بنستضيف فيها دايما مهنة بنتعرف من خلال لقائنا بأصحاب المهنة على واقع وتفاصيل ومشاكل هذه المهنة، وعادة بنستضيف أبناء المهنة الواحدة من أجيال مختلفة، بنعرف وبنتعرف من خلالهم هي علاقة تواصل بيساعدوا بعض بينقلوا الخبرة لبعض، ولا علاقة تنافس أحيانا تصل إلى الصراع. معانا النهاردة الخبير المستشار الدكتور محمد كمال علام، وهو خبير في السلام العالمي. بنرحب بحضرتك، اهلا بيك معانا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. ومعانا استاذه مروه عصام اللي هي بقى بتمثل الجيل الاصغر قليلا، وحضرتك ايضا امين عام المراه للسلام العالمي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وبنسال دايما في الاول علاقه هنا جيلين او يعني اجيال مختلفه وابناء مهنه واحده، كعادة برنامجنا دايما بنبدأ بسؤال، بتبقى علاقة مساعدة من الجيل الأكبر وأكثر خبرة ولا أحيانا لا فيها تنافس فيها؟ هو طبعا احنا بناخد الخبرة من الجيل اللي هو اللي سابقنا، اللي عنده أصول وقيم وعنده عادات وتقاليد وعنده صح وغلط وعنده يعني حب ان هو يساعدنا، فاحنا دايما بيدعمونا وبيعملوا لنا دايما ايه حلقة وصل بيننا وبينهم، ان احنا ناخد الخبره منهم ويقولوا لنا تجربتهم السابقه ايه الصح فيها، حتى لو كان عندهم مثلا حاجه غلط لا انتوا ما تعملوش الغلط اللي احنا وقعنا فيه وابداوا اعملوا الصح. ايوه، فاحنا يعني بجد هم يعني احنا لو كل الاجيال الكبيره الاكثر خبره عملت كده مع بيدوا فعلا هنت الشباب وقالت لهم الغلط فين وعشان يتجنبوا عناء سنين بالظبط كبيرة هم مروا بيها. أيوة. احنا حالنا هيختلف وحال المجتمع، بس للأسف مش كله أكيد. طبعا أكيد. أكيد. احنا في حلقتنا النهاردة بنستفيد من خبرتكم في موضوع رئيسي ومهم جدا، لأننا لما بنتكلم على سلامة الأسرة المصرية، على استقرار الأسرة المصرية، بنتكلم على استقرار مجتمع وبلد. واحنا عارفين ان في ظاهرة دلوقتي خاصة بين جيل الشباب، حديث الزواج من الشباب، مفيش صبر، العلاقة اختلفت، ظاهرة الطلاق بقت منتشرة. فإحنا هنا بنتكلم نقول إيه السبب؟ يعني الأول حضرتك موافق إنها ظاهرة فعلا بين خصوصا جيل الشباب؟ ترجع أساسا من التربية. التربية الوقت حاليا للجيل اختلفت عن الأجيال اللي قبل كده. المعطيات اللي موجودة في المجتمع اختلفت عن الموجود قبل كده. التكنولوجي زيادة والانترنت وكل وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت هي اللي بتغذي الشباب بامور كتير جدا جدا بيستقوها منها افكار جديده علينا، تمام، وافكار غربيه في الغالب بتيجي والاعلام نفس الطريقه جدا. فكل الامور دي علاوه على الظروف الاجتماعيه والظروف الوظيفيه والظروف التعليميه. وظيفيه هنا بمعنى استقلال المراه المادي بيديها قوة شوية ومقدرة على الانفصال بسرعة، أو إنها ما تصبرش زي جيل أمهاتنا. الصبر مفتقد. مفتقد التفاهم. التفاهم في إن الراجل يبقى عارف ومدرك تماما إيه متطلبات المرأة، إيه متطلبات الحياة اللي هو فيها اللي عايش فيها، إيه متطلبات الأسرة، إيه الأعباء اللي على المرأة بتعاني منها عشان إن هي توازن إذا كانت بتشتغل بين شغلها وبين البيت وبين الأولاد وبين الأعمال المنزلية اللي بتعملها ومتطلبات الزوج نفسه. والله هنا دايما لو لفت للنظرة إن حضرتك بتتكلم هنا كمان عن الرجل وواجباته إيه، تمام، ونظرته للمرأة إيه وتوقعاته وكل ده، ما جبتش كل المشكلة في يعني في جانب المرأة. لا لا لا، يبقى مش عدل. مش عدل. المرأة بتعاني بشكل قوي. أنا مش بقول إن أنا في صف المرأة بمعنى صح، لا، أنا بتكلم بشكل عادل. المرأة فعلا يمكن بيغفل عن كتير جدا من الرجال إن هم يشوفوها بمنظور كامل. هو الراجل عايز إيه؟ عايز الست اللي أنا اتجوزتها وقضيت معاها شهر العسل الجميل واستمتعنا و و و و هي نفس الست اللي ألاقيها بعد ما بقى معاها أولاد، بعد ما بتشتغل، بعد ما بترجع، عايز أرجع بيتي أفتح الباب أدخل ألاقي إيه؟ الملاك اللي قدامي مبتسم لي وبيستقبلني، ما بفكرش دي يومها كان شكله ايه، تعبت ازاي عشان تبقى في البيت، تعبت ازاي عشان
شكل البيت نفسه والديكور اللي موجود فيه والنظافه اللي فيه والغسيل وكل طب المتطلبات. هنا يعني برضه استاذه مروه معانا في الحديث تشاركينا هنا، هو من حقه معلش برضه لما يرجع من الشغل ان هو بيتعب برضه في ما الخارج، قلناش لا طبعا حق. وهنا حضرتك بتتكلم على خاصيه معينه اللي هي المراه اللي ما بتشتغلش، فهنا طبعا مسؤولياتها كبيره جدا، ما بننكرش المراه جوه البيت واللي او بتشتغل اكتر ولكن اللي بتشتغل بيبقى مطلوب منها كمان الدورين، بالظبط انها تحافظ على فالراجل بيتعب والمرأة بتتعب، ومش المفروض حد يقلل من من قدرة مسؤوليات التاني. ودور حد. بالظبط بالظبط. فحضرتك متفقة معانا ولا ايه رأيك في هو طبعا بصي في كل الأحوال الراجل دايما بيحب يشوف الست قدامه حلوة، سواء بقى وراها التزامات ما وراهاش التزامات، مهتمة بالأولاد، مهتمة بالبيت، بتشتغل ما بتشتغلش، هو عايز يجي يشوف المنظر بتاعها. ليه؟ لأن هو بيشوف الستات بره حلوين، فلما يجي البيت ويقول لك اهو دول بره حلوين، هو مش شايفهم جوه البيت هم عاملين ايه. كل واحده بتنزل بتبقى لابسه احلى حاجه، بتبقى حاطه ميك اب. بس انا مع يعني هو ديننا كمان امرنا ان احنا نبقى منظرنا كويس صح، وامرنا بالنظافه وامرنا اكيد بان احنا اكيد نهتم اكيد بنفسنا. يهتم وعلى بيه صح، فكره الراجل والست يعني الاثنين هو الاثنين مش معنى ان انا عندي مسؤوليات ان انا اهمل في مظهري حتى لنفسي انا. بالظبط. فلازم الست تبقى حلوه حتى في بيتها حلوه، حتى وهي بتعمل الطبيخ برضو لابسه لبس كويس، قاعده في البيت شكلها مهندم، ممكن تحط ميك اب خفيف مثلا، برضو هو داخل برضو من حقه ان هو يشوفها حلوه، مش مش ضروري لازم مش يشوفها متزوقه لدرجة للناس، ميك اب يعني، لا بس مش لازم تشوف. على الأقل يبقى هو دايما يقول لها انت خارجه لابسه احلى حاجه وحاطه ميك اب، انت بتحطي للناس اللي بره، طب انت خارجه ايه تحطيه لنا حقه. أيوة. فهو يعني مش مشكله، هو ما بيبصش هي بتعمل ايه او واجباتها ايه. انا في نظري ان الست بتتعب اكتر من الراجل كتير جدا. الراجل بيعمل ايه؟ بينزل شغله، بيشتغل، بيرجع، عايز كل حاجه تبقى موجوده. الست بتعمل اضعاف 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 اللي هو بيعمله، هي بتنزل نفس الشغل اللي هو بيشتغله وهي بتشتغله. هنا بتتكلمي بقى على الست اللي بتشتغل كمان، بالظبط، على عاملها فهنا دورها بقى الله يكون في نفس عونها يعني. الشغل، هو بيقعد 8 ساعات في الشغل، هي بتقعد 8 ساعات في الشغل، اوكي؟ بترجع بتشوف البيت والولاد والاكل وتحضر وتعمل وتغسل، هو يدخل ينام. هو بيعمل ايه بعد ما بيرجع من الشغل؟ بيدخل يريح شويه او ينزل يعمل مشاوير بره او كده، برضه هو مرتاح. ما احنا اتفقنا بقى ان احنا مش المفروض اصلا، احنا هنا بندي رسالة وتوعية، فمش المفروض ان احنا نقول الست بتتعب اكتر، لان كل اسره وليها تفاصيلها الخاصه بيها. لو هنتكلم على الست اللي بتشتغل، طب ما هي ممكن تستعين، لو هي بتشتغل وهو بيشتغل، دلوقتي بيوت كتير بتستعين بواحده بتساعدها مثلا، ممكن حسب المقدرة. هو شغله مش سهل برضه. يعني انت بتقولي ماشي. هو بيعمل ايه؟ لا لا بيعمل. هو انا بقول لا الراجل لا انا بقول هو بيشتغل، مطالب بامور كثيره لا لا جدا، هو هو بيشتغل يعني وبيخرج دوره يعمل مش سهل. مشاوير، بيشتغل وبيخرج يعمل مشاوير وكده، لكن هو الست بتعمل اضعاف اضعاف. انا هما ما بقولش هو الاثنين ما بيشتغل في ما هذا بيعملش الزمن حاجة. الصعب ملقى عليهم مسؤولية، صح يا دكتور؟ هقول ولا لحضرتك يعني حاجة، مسؤوليتهم كبيرة قوي؟ الراجل ليه مسؤولياته وليه متطلباته وليه واجباته، الست نفس الشيء. أنا لما بتكلم على الست يعني إن أنا، وأنت اعتبرتيني إن أنا في صفها، أنا مش في صفها، أنا قلنا بشكل عادل. الراجل نفسه ليه برضه حاجات، لكن إحنا بنقول عشان يحصل توافق بينهم، إن الاتنين يفهموا بعض، كل واحد يفهم دور اللي قدامه عشان يبقى متقبله بنفس الصورة. في أوقات طبعا من حقي أنا كراجل، أنا عايز أشوف الست بتاعتي في منتهى الجمال، عايز أشوفها قدامي العروسة اللي أنا عرفتها، تمام صح، بس فيها أوقات محددة، ما أجيش أنا أطالب الموضوع ده أن يكون مستمر طول ما أنا موجود. صعب صعب صعب. الأول الست في الوقت الأولاني قبل ما يحصل إنجاب عادي، هي في متناولك وموجودة معاك وما عندهاش حد غيرك، لكن بمجرد ما بيجي أول طفل تختلف العملية، أصبح في شخص تاني ليه متطلباته، يعني الشخص ده ما بيعرفش يطلب، فلازم لازم مين اللي هيراعي أكتر؟ الست. لما الست تبدأ تراعي الراجل، تبدأ تراعي الطفل ده سواء الطفل الأولاني أو التاني، بيبدأ غصب عنها إن هي بتبعد شوية عن متطلبات الراجل، مش مش هي بمزاجها. البنت الصغيرة اللي هو لا حبها لا واتجوزها، لا لازم هو يبقى من النضوج بالظبط انه يعرف ان في تطور افهم في العملية، وتطور لما افهم للمشاعر بياخد شكل تاني، وتطور بالظبط، للعلاقة الزوجية بتاخد شكل تاني. انا لا افهم واستوعب الموضوع ده، هبقى معاها هساعدها مش هبقى عليها.
بس مش معنى برضو كده، مش عارفه متفقين معايا ولا لا، ان انا اندمج قوي في دوري كأم لا لا وانسى جزء ان انا لا لازم ابقى الانثى الجميله لازم الذكيه اللي بخصص وقت بالظبط. احاول ارجع للعلاقه حيويتها، وعلى قد ما اقدر يعني يبقى وقت بيني وبين جوزي من غير الولاد، نحاول الولاد يبقى ليهم وقتهم وهو ليه وقته، يعني انا هقول لازم لحضرتك برضو حاجه، يبقى يمكن كتير من الاسباب دي من الجيل اللي موجود ده، البنات اللي موجوده، البنات اللي اتجوزت فيه، يعني خدت الحاجات دي يمكن مش من امها مباشره، خدتها برضو من الحاجات اللي موجوده من الاعلام، من التمثيليات، من الانترنت النت. دلوقتي، تمام. احنا ما يعني في سماوات مفتوحه يغطينا على فالمفاهيم اللي العالم عندها كله بالظبط. يمكن ما تعرفش الحاجات دي، عشان كده يمكن من ضمن بقولها الحلول الجميلة ان الاعلام لازم يقرب المسافات عشان يقلل الفجوة اللي موجودة بين الراجل وبين الست. اقربها ازاي؟ ان انا افهم الست دورك ايه بكل وضوح وبكل شفافية، والراجل نفس الشيء دورك ايه. انا بتكلم عن الراجل اللي متزوج والست المتزوجة، وخاصة كمان الست العاملة. يعني حضرتك هنا بتنصح ان الاعلام يدي توعية اكتر، الاعلام هنا بمعنى برامج بس، ولا بنتكلم طبعا كل على وسائل كل الإعلام، الوسائط كل الاعلامية وسائل الإعلام والدراما وال المسموعة والمرئية والمقروءة كله، حتى الإعلام الوقت اللي هو أصبح على الأونلاين، موجود على اونلاين النت. دلوقتي ده تمام. ليه دور قوي جدا. فكل ده المفروض إنه يوضح، بس ما يوضحش بطريقة الروتينية البحتة اللي محدش بيسمعها. لازم يكون في متخصصين، وكمان يكونوا دارسين نفسيا كويس جدا ومتخصصين في المجال ده، ان هم يبسطوا الموضوع ده بكل بساطة، بلاش التعقيد، يتكلموا بلغة اللغة العادية اللي باللغة توصل العادية. للشباب تمام. من غير تأنق من غير ولا الكلكعة المعتادة. من غير الأساليب بالظبط القديمة، بالظبط يعني نتكلم بالظبط، كده عادي. عشان توصل الرسالة، توصل بمنتهى الراحة. يمكن ده دورنا اللي احنا بنعمله دلوقتي، اللي احنا كسفراء للسلام، وخاصة السلام الأسري، ان احنا بنحاول نوضح الموضوع ده من خلالنا كعلاج، ان احنا بنوضح فعلا للأسر، لأن الأسرة أو السلام الأسري بمعناه الصحيح هو سلام المجتمع كله. لو الأسرة فيها سلام، اعرفي إن كل مكان بره هيبقى فيه سلام. توعية الأبناء و هيطلعوا بالظبط. مرتاحين نفسيا، الزوج هيخرج من بيته مبسوط، هيروح عمله مبسوط، هيأدي مبسوط بإخلاص، براحة نفسية. الست نفس الشيء، هتروح شغلها، هترجع بيتها، هيبقى فعلا في حالة جميلة جدا من الاستقرار النفسي. أيوة. طيب اسمحوا لي ادعوك وادعو المشاهدين هم يشوفوا التقرير بنتكلم فيه وبنسال الناس عن فكرتهم وارائهم في مساله او مشكله الاستقرار الاسري وظاهره الطلاق واسبابها. تمام. نشوف تفضل. التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طابع الحياة الأسرية هي شركة بين طرفين متفاهمين، وبالتالي كل أسرة ينبغي أن كل في تقارب مع بعض. ما ينفعش أبدا القرارات تبقى قرارات يعني انفرادية، لكن قرارات تبقى فيها مشاورة. إذا كان في هناك مشاكل بين الزوجة والزوجة، المفروض ما تخرجش بره نطاق الأسرة، ما تخرجش مثلا بره الأسرة، لأن لو خرجت بره الأسرة بيكون فيها يعني إيه أطراف عديدة، فبيحصل مشادات. لازم الواحد يبقى باله طويل، وواحد يشد وواحد يرخي، لازم الحياة تمشي كده، ما يدخلش ما بينهم الشيطان، لازم الود والمعروف، والواحد يتقي ربنا في زوجته، والزوجة تتقي ربنا في زوجها. الزوجة دي هي بنته، هي أخته، هي أمه، عليها دور، ولكن أنا بقول دايما الدور على رب الأسرة في إنه هو يقدر يحتوي الزوجة ويحتوي أولاده، يبدأ يوجه صح، يعلم صح، فهيبقى دوره فعال، بالإضافة لدور الست المفروض إن هي كمان بتبدأ تساعد على قد دورها اللي هو في الأسرة، إن هي تراعي أولادها، تشوفهم. الاستقرار في الحياة الأسرية بيبدأ من الأب والأم، لازم يبقى فيه صراحة، لازم يبقى فيه شفافية في التعامل بالاتنين، زرع الأخلاق بين الأطفال، ده بيعمل نوع من الاستقرار في المكان. تفاهم الظروف الاقتصاديه مهم جدا من ناحيه الست ومن ناحيه الراجل. الاهل ما يعرفوش بمشاكل الزوج والزوجه، لما المشكله بتتضخم وبتكبر والاهل بيعرفوا بيها، بيبقى دايما بيبقى في عمليه تنافر من الطرفين.
بيكم مرة تانية مشاهدينا، بنستكمل حوارنا مع الدكتور محمد كمال وأستاذة مروة عصام عن سلامة الأسرة المصرية وسلام الأسرة المصرية والمجتمع المصري. مش بنتكلم بس على الأسرة المصرية كزوج وزوجة على فكرة، وإزاي نمنع شبح الطلاق. احنا بنتكلم عن علاقة كمان الأسرة والأم والأب بالأبناء، لأنها أخذت برضو شكل للأسف طبعاً نمط جديد في سلبيات كتير. بس قبلها عايزة أسمع رأيك في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه مع الدكتور محمد. كنا بنتكلم عن دور الإعلام، بس هنا المشكلة دي زي ما الدكتور برضو محمد أشار، هي مشكلة تربية من الأول وبيئة. أنا أطلع ولادي مفهومهم عن الجواز إيه، بنتي وابني ونظرته للتاني إيه، مفهومه عن المسؤوليات إيه. ده مهم قوي، التربية ودور الأسرة مهم قوي. حضرتك مهم أيضا طبعا دور الإعلام زي ما قال. عايزة أعرف رأيك إيه تاني، مين تاني مسؤول؟ يعني هل نقول مثلا دولة ليها كمان دور أو مسؤولية؟ هو طبعا الدولة في التوعية، في المؤتمرات اللي هم اللي بتتعمل، ان هي اي مراكز يشوفوها مهتمية فعلا بتوعية الأسرة ان هم يدعموها ويساعدوهم ان هم يوصلوا ارائهم. اذا كانوا بيتكلموا طبعا يحطوا من عندهم مندوبين يسمعوا اراء المراكز دي ايه او الجمعيات دي ايه، هل فعلا بتقدم فكر كويس جدا للشباب، هل يعملوا عليها دراسة كمان، النتائج كانت ايه، يعني ونعمل بالدراسة اهم حاجة، نشتغل بالدراسة نفعلها الابحاث والدراسة دي. يعني مش على فكرة في ازواج يعني انا بشوفهم ناجحين جدا في حياتهم، اللي هو الزوج اللي بيساعد زوجته، اللي هو بيبقى عارف ان فعلا عنده ايمان من جواه ان مراته بتتعب، فتلاقيه راجع من شغله يقول لها لا اقعدي انت ارتاحي وانا هعمل، اذا كان في طفل اذا كان في بيبي، حتى اذا كان في مثلا اعمال منزليه بسيطه مثلا ممكن يعملها، يحضر حاجه يشيل حاجه، فدي بتبقى فعلا حياه ناجحه، لان هي الست بتحس ان الراجل بيقدرها وان هو عارف ان هي بتتعب، فهي بتقوم ايه لا طب سيبه وانا اعمل، لا انا ما تتعبش انت نفسك، انت كفايه جاي من الشغل تعبان. فاصبح ان في تفاهم اسري وعلاقه اللي هو احنا بنسميه السلام الاسري. ايوه اللي احنا دايما بنهتم بيه وبندعو بيه. يبقى رجعنا تاني نقول ان اعلام اسره دورها مهم جدا، التربيه من الصغر. في نقطه تانيه مهمه جدا، التربيه الدينيه. التربيه الدينيه اي دين ايا كان من الأديان السماوية كلها دايما بتتكلم عن السلام في كل المجالات، بتتكلم عن العلاقات، عن التعامل، عن تعامل الراجل مع زوجته، مع الراجل مع أولاده وأبنائه. بأمثلة حية للرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة. احنا بس لو مشينا زي ما حضرتك بتقول نقطة جميلة جدا، على تعليم أي دين من الأديان السماوية بالظبط هتنجح العلاقة وهنوصل للسلام الأسري والمجتمعي اللي هو المنشود فعلا فعلا. ده حقيقي. طيب احنا هنا زي ما قلت يعني احنا حلقتنا من جزئين مهمين جدا مش منفصلين عن بعض، مكملين لبعض. علاقة الأب العصري بأبنائه ومدى سلطاته، لأن سلطاته تغيرت عن الأول. علاقة الأسرة عموما مش الأب بس، الأب والأم بالأبناء، لأننا لو بنتكلم إن احنا نبقى مؤثرين مع أبنائنا، نبقى قدوة، نعلمهم يعني إيه زواج ويعني اختيار شريك الحياه، لان ده اهم جدا. يعني انا لو بتكلم على استقرار اسري، الاختيار هو يمكن اول مرحله في عمليه الاستقرار الاسري. فانا عشان يسمعوا كلامي انا لازم ابقى اب مسيطر شويه لحد ما، مؤثر، وده مش بنلاقيه كتير او بعد سن معين بيختفي في الولاد. العلاقه دلوقتي بين الاب والابناء اختلفت برضه عن الاول، لان صراع الاجيال، الأب من جيل والأبناء من جيل. فالحل الأمثل عشان أكون في تفاهم بيني وبين ولادي مع اختلاف الأجيال واختلاف العصر واختلاف المفاهيم اللي موجودة والتكنولوجيا اللي موجودة و و و و إن أنا أنزل لمستواهم، أكون صديق، بمعنى إن أنا أكون متفاهم. عملية السيطرة والشدة والعنف ما بتجيبش نتيجة، بالعكس مع الجيل اللي موجودة بتعمل العكس. لكن حضرتك هنا بتتكلم في سن معين ولا يعني هو كل سن بتهيألي وليه طريقة التعامل؟ أنا بتكلم على السن اللي هو إيه وبنتي اللي هو بيبدأوا سن إيه، يبدأ الأولاد يدركوا بعد سن المراهقة في سن الإدراك يعني على طول. على سن المراهقة وقبله بشوية إن أنا أصادق ولادي، لأن هي دي المرحلة بس الرئيسية، مع وجود حاجز الاحترام إلى حد ما. لازم لازم لازم، ما
هو برضو انا ببقى صديق لابني او لبنتي بس مع وجود الاحترام. الصديق الكبير اللي بيحتوي او الاخ اللي بيدي خبرته بمعنى صح او بيصحح لهم مفاهيم بقدر الامكان، رغم ان الجيل الحالي مش سهل انك تصححي له مفاهيمه. هو بيحس الجيل الوقتي جيل الابناء بيحس ان هو بيعرف اكتر منك، ودي مشكله على فكره. اه وده تشالنج او تحدي ان انا كمان بالظبط لو يعني كاب وكام مش المفروض اني استسلم قوي للقصه، المفروض ان انا اشتغل على نفسي، المفروض ان انا احاول افهم على قد ما اقدر كل الوسائل الحديثه واتكلم لغه اولادي. هي دي ولو ما قدرتش على الاقل احاول في ناحيه الصداقه اللي حضرتك بتقول عليها والاحتواء. بالظبط لكن مهم قوي ان هم ما يبصليش بصه انا بفهم اكتر منك. بالظبط في كل المجالات، ودي بتحصل في يعني كتير جدا من الاسر، ان الاب بيتكلم الابن بيستهين بالكلام على اساس المعلومات انت اداني دي انا اعرفها اكتر منها، انا عندي انا طول النهار بعرف معلومات، انا عندي معلومات كتير، انا اعرف كذا 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 كذا. هو استقى معلومات من النت، من وسائل التواصل. يمكن الاب في يعني ايه في الفتره العمريه بتاعته ما كانش فيه الحاجات دي كلها موجوده. احنا كنا بنستقي ايه كل معلوماتنا منين؟ من الكتب، القراءات اللي بنعملها، من الابحاث اللي بنعملها، من الدراسات. ما كناش ساعتها ما كانش فيه موجود عندنا الانترنت زي ما هو موجود دلوقتي. كان يعني عشان نحصل على معلومه نتعب عشان نجيبها. دلوقتي اي ابن الطفل بيبقى قاعد الكمبيوتر قدامه او اللابتوب، كل حاجه موجوده بالكامل من العالم باجمعه موجود قدامه بسهوله انه يحصل على المعلومه. احنا ما كانش ده، عشان كده يمكن التفاوت ده اللي بيحصل. وعموما يعني هنا غير وارد وغير مقبول المقارنه، يعني حتى انا لو ابني وصل في مرحله انه بيعرف في وسائل التكنولوجيا اللي هي ما كانتش موجوده على عصري، لكن انا متفوق في مجالات تانية او ما فيش مقارنه اصلا، لان انا اللي وصلت ابني ان هو يبقى يعرف احسن مني وانا سعيد بكده. بالظبط، يعني انا اللي علمته هذا التعليم. فهنا التربيه مهمه قوي، وان من الاساس تاخد كل حجمها الحقيقي من الاساس. الاساس لو طلع بمفاهيم صح هيكبر على نفس المفاهيم، وهيكبر على نفس المفاهيم مع مفاهيمه طبعا اللي بياخدها السلوكيه، مفاهيمه الدينيه دي برضو بتساعد ان هو برضو بيزود الاحترام اكتر لاهله لابوه لوالدته، فكل ده بيساعد مع بعضيه. ففعلا احنا عايز اقولها ايه، هي مشكله، مش مشكله، هي مشكله. المشكله دي بيعاني منها فعلا غالبيه، اقول كلمه غالبيه يعني اقصدها بالفعل ان انا عملت بحث فيها، غالبيه البيوت مع الابناء مع الجيل اللي موجود، والكل برضه مستني عايز يعرف الحل. لا هو المشكله كمان في بعضهم مستني عايز يعرف الحل وشايفه مشكله، بعض الاباء، وانا شايفه ان في اباء اتغيروا برضه هم نفسهم بالظبط في طريقه التربيه، في مسؤوليتهم وحزمهم مع ولادهم. وعلى فكره مش ولاد بس، ولاد وبنات. ايوه رايك ايه استاذه مروه؟ يعني الدنيا برضو اتغيرت مش من ناحيه الابناء بس، لا اللوم يمكن الاكبر كمان بالظبط ان الاباء نفسهم. احنا عندنا نظرتهم مشكله كبيره جدا ان احنا اللي بيأثر دلوقتي على الابناء العلاقه بين الام والاب، لان الولاد انا لما باجي اتكلم مثلا مع جيل اللي هو الشباب بلاقي ان هم باصين لا للام والاب علاقتهم ايه ببعض، لو كان بينهم مشاكل وخناقات فتلاقي الاولاد لا احنا هنقعد هنا هنعمل هنا ده بيتخانق، يبتدوا يعملوا اي حاجه مخالفه للواقع عشان يخرجوا ويلاقوا نفسهم بره غير الايه الحياه اللي احنا عايشينها. حتى لو مامتهم مثلا مقصره فيهم او باباهم مقصر فيهم، كل ده بيحاولوا ان هم يخرجوا يعملوا اي حاجه مخالفه. طب الاهالي موقفهم ايه؟ طب دورهم ايه؟ هم اتنازلوا عن دورهم كاباء مع الاهالي، اما بينهم بين الاب والام مشاكل او منفصلين، فبالتالي الابناء ده بين بابا في حياته او عند مامته في حياتها، والاب ملوش دعوه، الاب مكبر دماغه الام مكبره دماغها او ايا كان. مشكله الانفصال مشكله الانفصال دي بتؤثر قوي على الابناء او بعض الابناء. يا اما الاب والام اتغيرت مفاهيمهم الحياتيه واصبحوا ان هم عايزين ينطلقوا عايزين يمشوا مع الواقع اللي احنا عايشين فيه وبدأ يطبقوه غلط، فبالتالي ادوا مساحه لابنائهم غير مدروسه، وبالتالي ابنائهم بدأوا يستغلوها غلط. لكن لازم الام، يعني انا بنصح اي ام خاصه الامهات، يعني ان هي تصاحب ولادها بنات او ولاد، تديهم مساحه
مع الاحترام طبعا ان هم يحترموها، تديها مساحه ان تعالي والله قولي لي عملتي حاجه غلط، تعالي قولي لي انا هصلحها لك، عملتي حاجه صح تعالي قولي لي وانا هقول لك ايه دي صح وحدودها لحد فين. لا وما وتديهم وما القيم الدينيه، وتديهم القيم الدينيه دي من الصغر. في حلال لازم القيم الدينيه تتغرس من الصغر. اهم حاجه في حاجه اسمها حلال وحرام. لو انت زرعتي للطفل من هو صغير الحلال والحرام تاكدي ان هو هيشب ويكبر في حاجه اسمها حلال وحرام، لان مجتمع الولاد والشباب بقى مجتمع كبير جدا، انت حضرتك مش هتقدري تسيطري عليه. ومش هقدر اراقب، لان هتراقبي فين؟ في المدرسه؟ مش هقدر ولا اراقب في المدرسه في ولا اراقب ولا بعد سن معين اقدر خالص. اراقب ولا حتى اقدر اشوف الانترنت والمواقع اللي بيفتح عليها. فانا خالص اعتمد يعني كل اعتمادي ان على السن الصغيره والتربيه والاساس اللي بقى بحطه، الاساس ده مهم قوي، يبقى التربيه. عارفة انا في نظري دايما اللي هو كان في جملة شهيرة في فيلم بيقول لك العسل اللي هو الزن على الودان امر من السحر. فحضرتك لما تيجي تدي لبنتك مثلا هي مش متقبلة اي كلمة، بس انت اوعي تعملي كده عشان غلط، اوعي تعملي كده عشان غلط. عارفة كونك ان انت تديها النصايح باستمرار هي بتدخلها في دماغها وبتستوعبها مع الوقت وفعلا بتطبقها. انت تحس انها لا مش مستوعباها ونافرة منك، لكن هي فعلا بتطبقها وبتخاف. يعني هنا بقى الجمله اللي انا بقولها ان انت ما تتنزلش، او انت يا ام ويا اب خالص ما تتنزلوش وما تستسهلوش. بمعنى ان حتى لو ولادي في سن المراهقه ادوني ايحاء ان هم ما بيسمعوش النصيحه، لا الزن لازم. فعلا والتوجيه المستمر طبعا لا كانك بتنحتي انحتي في الصخر فعلا طبعًا. الولاد طبعًا. عايزين نحت في الصخر مش من مره واحده لا وخلاص اصله مش نافع اصل، لا ادعي ان ربنا يهديه، بس انت حاولي انحتي في الصخر، اقعدي قولي له لا السجاير لا إيه غلط، طب صحتك ومش ايه ما تنفريش منها. يعني مثلا هاتي له امثله ده اللي واحد شرب سجاير حصل له كذا كذا وحكايات واقعيه هم نفسهم. احنا عندنا دلوقتي منتشره على وسائل التواصل الاجتماعي كلها حكايات واقعيه بالظبط، يعني ونتائج نتيجه التربيه السلبيه نتيجه السلوك الغلط. هم بقى لما يشوفوا كده يقولوا ده كلام مامي كان صح او كلام بابي كان صح، في جوه دماغهم مش هيجي قدامك يقول لك كده، لكن هم هيقتنعوا فعلا من داخلهم ان انت كلامك صح. يعني احنا بنقول ان هو دور اسرة، دور اعلام ودراما ودور دولة بمؤتمرات وتوعية تربية دينية صحيحة، دور مدرسة طبعا. عايزين نقول حاجة مهمة جدا للزوج والزوجة قبل ما يفكروا في الانفصال، يفكروا في التبعات اللي هي نتيجة الانفصال، خاصة لو في اولاد. تأثير الانفصال مش عليهم هم، على الأولاد. أحيانا هم بيهملوا جدا الجزئية دي، هو يقول لك الأولاد هيبقوا معايا، هي هتقول الأولاد معايا. في كلتا الحالتين الابن والابنة بعيد عن الأب والأم مجتمعين، الحياة بتبقى مش صح، استحالة تكون مكتملة، لازم يكون في نقص معين. فنفسي دايما وبتمناها من اي راجل او اي ست يوصلوا لقرار ان هم يتطلقوا، ان هم يفكروا تماما وبهدوء احنا لو تم الطلاق ايه اللي هيحصل بالظبط، وان مش من حقي ان انا افكر في القرار ده بسهوله طالما في اولاد، لان قراري مش بيأثر عليا وعلى الطرف التاني بس بالزبط. بيأثر على اولادي، بيأثر على مستقبلهم، بيأثر على الأسرة كلها. فأنا لازم أفكر، يعني الموضوع مش سهل، لا وأحاول لا 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 لا. لأن دلوقتي احنا عارفين الصبر والمحاولات بقت صعبة شحيحة قليلة بالظبط. وكل ده احنا بنتكلم في الآخر على سلامة الأسرة، وما نبصلهاش على إنها مسألة أسرة أو اتنين، لا احنا بنتكلم سلامة الأسرة المصرية، يعني سلامة المجتمع بالظبط وسلامة أجيال طبعا وسلامة أجيال. مستقبل بلد بالظبط بالظبط. بشكر حضراتكم، الله يخليك. بشكر أيضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، ولقائنا إن شاء الله في نفس ميعادنا وحلقة جديدة من لقاء الأجيال الأسبوع القادم. شكرا وإلى اللقاء.